اي الحارس كان غادي فاي هنا. Hola. لا ما تهزيش دابا هادشي تلعبوا معاه لهيه ديو لعبوا معاه هادي الفران غادي تطيحو هاد الحارس هذا معليش الضغط راه بوحدو كيتشمش اي زقدها شم 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 صراحة هنا واخا عندهم يعني ماشي شي فريق اللي معروف هذا ولكن عندهم دراري كيبانو زوينين كي كواري الصراحة يعني العيان فيهم تما يقدر يلعب في المغرب
او ما جاو جاو هجمه 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 نقطعها عليه. ها تشوف الدري هذا تبارك الله زوين هذا الدري الصغير هذا والله لا يعرف يلعب مخير تبارك الله كيدير يلعب. شوف وراه دوفونس يعني ديال كيلعب في لي دوفونس وراه شوف كيما طلع راه مشى راه مشى راه هو عاد غادي يرجع راه تبارك الله كيتحرك مزيان. وي تي داس داس محل الجول طلق لي صاروخ ماشي كره. الصراحه هاد الولد هذا الصراحه كيجيني اللعب ديالو بحال بدر بانو ديال الرجاء البيضاوي هو الحمد لله. المهم صراحه كيبان كي واخا ما عندوش فورمه ولكن كي كويري انا نزوم عليه مزيان وشوف هاو وني تبارك الله ما شاء الله عنده واحد طريقه اللعب واعره ذكيه وعنده مهارات زوينين يعني كيلعب بالعقل ماشي غير تفتاف ولا نقولوا يعني هاد النوعيه تاع اللاعبين يقدر يوصل. واي هجمه مرتده سريعه واي قطعها عليه ماشي كما قلت لكم هو تبارك الله رقيق. شوف راه دا الكره وغادي يطالع بها راه شوف الباس اللي عطاه شوف 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 مشاو شوف غير ماركيو شوف 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 تبارك الله دري زوين كيلعب والله الا عجبني. هذا كما قلت لكم راه ماشي شي فريق اللي واعر ولا هذا راه فريق عادي بحال نقولوا ديال المدن الصغار اللي ما مكلاسينش مزيان بحال نقولوا حنا القسم الوطني الثالث ولا الهود كاع تقريبا مازال ما واحد الهجمه كورنر قطعها الولد اللي قلت لكم. هذا كورنر ما شاء الله اللعبة عندهم زوينين وظريفين ماشي وي كواريا هذه هي اللي قال لي لعله الله يعلي شان وهي هذه شوف ملي كتكون عندك الديفونس مليحه ومزيان الحارس راه هنا عس كاع ما على بالو هو دابا عاد جاي عنده كره ها الدراري سالاو حصة التدريبية ديالهم و غادي يمشيو دابا يستراحو ولا سميتو راه أول نهار في لونطريمان اليوم عندهم واش كانوا عطلة ولا شنو إيوا هادشي اللي كاين إن شاء الله
تشجعونا وتابونوا عندنا في القناة ديالنا إن شاء الله، وديروا لايك، وغادي إن شاء الله نحاول نجتهدوا نسجل نديروا فيديوهات أخرى نحسن من هذا الشيء هذا إن شاء الله، وإن شاء الله المرة بشي فرق كبير إن شاء الله إلى كتب الله. وشكرا.